مش تحاسبي يا صغنونة؟ هو الخرشوفة سابك لوحدك ولا ايه؟ لا معرفش، في حاجة كده نزلت من السقف وفجأة اختفى. لا ما اختفاش، انا شفت اللي حصل، هو اتخطف. ايوة هو اتخطف. واحد اثنين واحد اثنين. غلط كده يا بعلص يا حبيبي، في حد يلعب لوحده برضو؟ ايوه اصلا ما فيش حد بيحب يلعب معايا، وكل ما اقول للستان يجي يلعب معايا بيزعقلي. اقول لك انت صعبت عليا، لو خرجتني من القفص ده انا هاجي وهلعب معاك. اه تلعب معايا؟ لا يا عم انت عايز تضحك عليا وتهرب. لا خالص، بس اصل شكلك صعب عليا قوي. صعبت عليك؟ لا انت بتضحك عليا. خلاص ما تزعلش، براحتك. هوب واحد هوب اثنين هوب واحد. الا قولي يا بعلص، انتوا ناويين تعملوا فيا ايه؟ الزعيم قال يا بعلص احنا هنعمل خرشوف محشي. طيب واللي بيعملوهم محشي دول مش بيكون ليهم طلب واحد اخير قبل ما يطبخوا؟ ها؟ طلب اخير؟ ايوه يعني بيطلبوا عشا مثلا معروفة يعني يا بولز. عشا؟ هو الزعيم ما قالليش حاجة على الموضوع ده، بس ماشي اجيب لك تاكل ايه؟ اي حاجة، هاتلي مثلا همبرجر. اقول لك اطلب لنا ديليفري وانا لا حاسب. اجي يا سيدي الهنجربر بتاعك اهو. يا خبر، ده ما فيهوش ولا نقطة مايونيز. لا دي اخر اكلة هاكلها في حياتي، لازم مايونيز. بعلص ممكن تجيب شوية؟ مش فاهم يعني يا بعلص، شوية مايونيز ارجوك يا بعلص، ده اخر عشا ليا. فاهم يعني ايه اخر عشا ليا قبل ما؟ خلاص ما تعيطش، انا قلبي ابيض وانت قطعتهولي، مش تقولي ازاي. افتح لي القفص 5 ثواني بس احط المايونيز وبعدها احبسني تاني. ماشي بس ما تقولش لسه تاني. معلش بقى يا صاحبي، العمر مش بعزقة.